اعتكاف هي وردي هي ورا نخرس يا علم براشكو عمرتي ساجد وحا عمره بالي كو الله يا مالت قيام الرميسان انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. الى وقت المامية فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين. الى وقت المامية مساجد ان الرك شوغان اما الضد جعل ان نفتو طاهر يالا طهاره حسيه هي طهاره معنويه بقى. تضرب نفته ذي لي ذنوب تكم ميدان ويسد ندم بقوام ميدان يو وبيسك يكون شرع وفري أن عبادات كالي الله سميني أنا وام ميدان مساجد داسي وحلي نوت المام يا صلاة قرينا أنا هنا حتى فرد يسون عبادي سات قدرت كتما دوفر يسطو وعبادة وطغاني عبادة الاعتكاف انت بدان انو عباده وهم مسكح دين وقعدان طيب طبعا كدن بين رمضان وما كان مغشي اعتكاف لقى حد ليه طبعا كدن بين رمضان الا اعتكاف بين وقعدان لكن على المذهب الشافعي صاعد نص ساعة طبعا دقيقة على اعتكاف كرا ارك ان سعيدك سوق شبه هداد نيسته معتكف باطاي الى هنا وحلي وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سيدي وقيت فرديس حتى هدانا ضد له هذا القران اخرين او احبك الصبينين ان تفرديه هي عباده ومشى اليه كنت المام ايوه انه سوى يضرب في مساجد الله لليه اما بيوت الله اللي قلت الماما يسوي له الدنيا دور دان له انا عيدنا الله شيئا كريني لكن واحد الله شيئا يكون محال له اضافي وويني دل وينين يا مساجد دا يا شرف دا الله شرف يا درادي الهي نوع قلت الماما يكون مساجد دا ان لعمرو الديدة ان الظالمين تقوى ويني ومن ظلموا ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم مش هس عدي ديدين لغو اعتكافا ما لسوية ما دمع يددك وديده يا ربطين مساجد وخرابته إليه وقت الماما ينددك ددك وظلم بدنيه نبينا عليه الصلاة والسلام وقت الماما حب البلاد إلى الله مساجدها قال لك ميله تشعليه ان هي تاي مساجد دي ميلها الا اكتس لوغ نعبيه ان السوق يغط وهي السوق انت بدل لغو يا خيانه يا غش يا وكلا كصعبه لكن مساجدك انت وبدن له وعباده يدك وين الهي كحرن يحي ايا كصعبه ايها الاحبه هل ان مركز النادي مسلم هو مساجد وما تهدرك مساجد دي وهي مرنطه وأمد سيغو أيسا نفتك بحيسا أمد هذا ركتا مساجد دادو عمران تهي وچوغا وضد المدين كوب عيان أما دد شرين نقونيا ولذلك با مساجدكو رسالة روحية ولي وإن إله الحصو ولوينيو ودين تيسا لغبرتو وآخرا لغا حضو ولغا فكرو ولغو ديار قروبو ورب لغو حدنادو رسالة دا ولي رسالة اجتماعية ولي والله تلقى لي بلشدو مالا اسكو براتو وكودا باهان يكودا نبا حيساتو يكودا مركا لوا يلا قرتينو حنوصان يلا صوب بوقان ايو ومال دكو بلش اهان لو تلقى لينا اسكو برتان ساسانو هم سيدك نبقى عليه الصلاة والسلام رسالة تعليمية ولي ومال وحلقو برتو ومسلمين علم كان اين ماتا نلعنه علم مادي علم ديني ما تشريني علم ومساكس كما لولي تشري ما ردو علمي وهي علم وإما إلى هي مخلوقات كيسي وفعاشي سيئنا تبرنا سو إيا إلى هي كلام كيسي وحي كيسينا تبرنا سو الله بضا مدو الله بضا بنا مساكس كما لولي تشري وحرائم كما غشان دوني دين لدا وكرسي هبل كرسي وكرسي دي مساجد اللي بيجي تشري علماء المسلمين تي
وحكو آخر شفتو كاين. إذا الرسالة دا اجتماعي قابو النادي قاني لي ومش هاي جتكو بنت اللي قال لي وحكا ميدان انتك مسلمين تسوية مادان وكو كل ما وكو دا باهان كو عاويان وكو دا بوكا لغو صوب بوغضا وكو دا يسكو بوغي لغو ورمو وكا نبتا عمان ايا نبتا للا وداغو اما لغا دعيو مدام وعين كاية هاي ساجكو مال نادي للرب قفك مسلم كينا مرنا بك مغناني نبي عليه الصلاة والسلام في صحابة يسير مساعد كفردية أي قولت تمي مريح جيح جيح حنلي وأبارك حبر يسوعين كانوا غير مضارة أبي تلين نبي قلت مساعد كخل بدي أيو حكوت دوتك كبوري واروح على اسكو الغرش يعني دتك باها حتى ماشي ايمان ين عهدي النبي روحها مساجد كاس. ولذلك ما كان سوق هو نبي عليه الصلاه والسلام وحين خجر انكرنا مجلس كيسي وها مساجد كا هي مش وحكو اخرنا هي حديث كي عنك هاي حنظله السيدي حنظله السيدي بما لا لو اخريا السيدي نقول اخر ده سحابي قاسي وكم ذهب من كتاب الوحي لما كي وحي يقري شري هي مالنا ابي بكر لا كل ما ابي تنو هولي سكور ابي بكر بقول وهولي نافق حنظل حنظل هو منافقون هولي سبحان الله ما تقول تبعت نوح ويدي محاجرة خانضال وحو قوار رمي مجلس كان نبي قاي الله فرديان اتشوغان مركا الفرديان او نبغو جنة اي النار اي آخرة وحصوصيه واحد نودة يسيبو لينا الرأي العين تاي انا نو اركي نوا جنة لفتي دي النار تلفتي دي وعبسي مركا يهن قريبا يمان اياد لكن ما كانوا مساجد دكتك نبغو ليه قريه هيا قيتك عافصنا الأزواج والأولاد والضيعات يا أنو الدمر كيجي يا عهورتي يا الضيعة ده وحنا لا قفقو حك شقيهم أما حول هالنقطة أنا وبه هالنقطة أما حول هالنقطة يا الضيعات كيجي أما أطقنه بدن وحي كم إذا ما نقول لنا بولي كان يقولي سبد الباي ما دا قلوب تيدو درين كي تفتي مركي مساجد كفردي دي النبي قال شوكتي هي مركي قرقي يا شقادي يا ميلاها كالي شوكتي سبد البدعية تبعت انا ابي بكر روحك ويقول انا بتاوى الدارين معي بل انا ودي نبقى متقني نبقى عليه الصلاه والسلام لو تري سيدي بالله وش انا فق حنظله حنظله وحليه يبالي لي لي رسولك سيو ومرافق قولي احنا مرافق نماذج التلمام هو سبد الكاير كان نحن عي مركو قرقي سيشوغي مركو مساجد سيشوغي بفر نسكي ودحي وما ذاك ابو نبو كوره ويشارع يتنوع قولي سيدا مكة إلى تشوكتان تهين هدا كدا إمي لهايدين ملائكة بإذن كو السلام لهايد سوغيا دي يقريه إن يودوين كملائكة إذن كو السلام لهايد تمعنى إذن حيث المامسة سيدا ضدك قلب قودي يروح دودي يسوب الدشو مكة مساجد تشوغان وأنا يسوب الدلينين مركو قريها لتشوغو يميلها كلمة لتشوغو ساو قد نبو عليه الصلاة والسلام تلمامي ساعة وساعة يعني ساعة كستم ساعة فون تكون مفردي كرين ساعة وساعة ماها ساعة حلالية ساعة حرانة ماها وساعة والما مساعدك اللي قمت شري كرية وشي هذا مضاحة يدين أنا والله صبي كرية مجالسته يك غيب الكل حوالي سدح يتبن فائدو إلينا نصوص يكو صارورتين نصوص المام دون نمر سمعي طبعا شيء والتلمام يا مجالس تاسي مدنان تايليين يقفك مسلم كي ينام كم غراني فقواد وحين قلت تلمام كرناين ويهي إلهي من رسول كي سيكوي لمجالس تافرسو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
إلهي وحو يلي وحد نفطاذا كصبر سيسا إني كوحدة إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سيبر يدي سكون مشغول سن قرن هوريه قرن دبابا ينات مجلس كاكا كايكوش هو فردقا غيرو بطو دي إلهي رسول كيسي اللي يلي فردقا هو هو بطو إنك حقوق بطن يا مرحا وحاو النبي قلنا عليه الصلاة والسلام سوات الماما إياه الدوك عبادة وين أوليه النبي وحليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قولي قريه كم ده السغمي ما ده إلهي قريه سكم ده إيهو علاقة تعليم وضع إلهي كتاب كيس دراسين يبرنايا وحي السماء يقو برنايا تاسي هداي دعضبو نبي قولي دكتا وحكو سود دقاء السكينة وانتو دكو حكا عبانايا محالا إذا دقنا شيء الآن يورور إيو البهار إيو أنو نظن عصبا إنو ميلاح نقولني أنكستي محالا إذا دا نسترسي وحالا شيء الله يقول كانوا غنمي اكتئاب كي وحل النوع وحاول نبغة المام ينزلت عليهم السكينة هو حسلوني بكسو دقيسة وفتا ورور كي والبهار كي بلايين كو كد وحسليا وغشيتهم الرحمة إلهي إن حريستي سنوي دبولي سهل انت هذا الله أنت إن إلهي كون حريستو إلهي إن حريستي سنوي دبولي سهل وحفتهم الملائكة ملايكتنا ويسكو حيري سابالي أفقا وحالي لم كانت شيء كالات قوة يغارتو ملايكتنا ويسكو يغاري سينا وفرسانيس كور المجلس ملايك فرده داد فرسطو ملايكتنا وبوسكاس مجلس كوا كي غيب قلي سابالي انت او حدان وذكرهم الله في من عنده ان ادم كحب البروس الا الشيخ شاقوش علي اسكا قابو رضي انو يرش علي أقرانتي سابا أصحابتي سابا كانوا كم مغضوا أما ضدك على الأقل إنك سوى نفي عن رأيك صدق هذا إلا يحولي مجلس وحن كوين بل لقى شيء ضال شيخ شيخ ربطنا حق ربيها لقى شيخ شيخ وذكرهم الله في من عنده إلا يبكو شيخ شيخ سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة مجالس علم قال غبرنا أيوه هل لقى فائدة يقاسوة المامة إلا حد ما دام مساجد اي رغو كوبد ناين هوان كينا اي نبي غين توي ما دين صحابتي هوان كي صحابيات كهاي كو يدهدين غلبنا عليك الرجال الى رسول كي سي رغي بن وقع حقبتي فاجعل لنا يوما من نفسك اننا مال نو سماء هذا احنا برتد فبتنا نبي عليه الصلاه والسلام يا غير مال بو بلا قادين وحبره كان رغي يدو مربع ايدنا كما ما رنتو ان لو خدمو dhulka ilaahay dikrigiisa iyo cilmiga lagu hayo saddex iyo tobanka shay aynu sheegayno mid waa ka koowaad oo ah in ilaahay rasuulkiisii faray inuu dadkaasi la fadhiisto la joogo tan labaad waa kan aynu tilmaamaynoo ah malaa'igtu inay kugu soo wareegayso goobtaasi goob malaa'igtu ka qayb gashay inay tahay ka saddexaad waa in naxariis kuwa daakiriinta ilaahay xusaya أما إلهي برنا يا سبحانه وتعالى يا دين كيسة إن حرست على دبوليسو كافراد وسكينة عسلوني داسين يسودغيسو فشان أدوا إن إلهي أكتسين كاشيك شيغي تلي حدوا مجالس الذكر دات كفردية إن إلهي دم بغوضة دافي كافراد حتى هدانا ذو كوي وقستيه هين إن ماشا كور ديدو وكو صوب بوغطي ونعطي إن إلهي كواه بدات بوغطي دبقاق لقنا فيه كشان أدوى مباهات الله للذاكري إن إلهي سبحانه وتعالى حوق الشيخ شيخ أيه مباهاتك في اللغة وقفان إلهي دي نغفان وغوبة هنال ملايكتو كوان شرفتي دو ده حوق لو شيخ يوية كتب نادو حيلة هدان وإن سيئاتك ده حسنات لو بدلي أقوى بيطبنات وعد مجالس تاس كغت تكتين يغنى الهي كتشي سنية والله بيطمنات
ودتك الصالحين تايه اللي دقن كودي وحا لغا فايده. على كل حال هذين النصوص تاعي نصود وضمنين تاع اخريبه نصوص نبي كسوغان عليه الصلاه والسلام. تو واحد من النصوص تاع اخريه نبي عليه الصلاه والسلام ابو هريره ومكورين هي حديث في الايام صحيحين كويالا حديث صحيحين كويالا صحيح مسلم ك هي بخاري لبد ابو كويالا حديث كاسي وحاوت المامية إن لله ملائكة سيارة فضلا أو فضلا إلهي سبحانه وتعالى وحلي ملائك صعطه قرنو كمرته ملائكة سي وحي الرادسة مجالس الذكر ما لها إلهي الوينين هي لغو حصيب مركة هلان مجلس إلهي لغو حصيب أي سيارة نوحي لادان ورهو كم بينو شغادي كهلي ناك علي دبتنا قوب تاسي فرستان oo isku weygaaraan sidaynu sheegaynay ilaa iyo dhulka ilaa cirka inta u dhaxaysa bay buuxiyaan. Marka ay kala tagaan dadkaasi ayay malaa'igtu kor qabataa. Ilaahay baa weydiiyey isagoo uga aqoon badan dadkani waxay samaynayeen. Kaga ka timaadeen waxay ji'naa min cindi cibaadika fil ardi yusabbixuun, waxaanu ka nimid addoommahaagii oo ilaahay ku tasbiixsanaya oo xumo kaa hufaya oo ku weynaynaya oo ku waxidayo keliga laa ilaaha illa allah dale oo ku ammaanayo ku mahadnaqayaanu ka nimi wamaadaa yasaluunani baa la weydiiyey maxay weydiisanayaan waxay idhahdaan waxay ku weydiisanayaan jannadaada miyay arkeen baa ilaahay ku yidhaahdaa jannadayda may bay idhaahdaan so kayfa low ra'uu jannati jannada waxa nicmo yaala hadday arki lahaayeen maxay yeeli lahaayeen baa la yidhi يعني وصيبة لها يويا معنى كتيرا وحي كان مغنقليا بال يدي محي مغنقليا ونار بي كان مغنقليا هذا يأركي لها يم حي سمعي لها يم بال يدي سايك لي ربي دم الداف بك ويدي سنية إلهي وحي هذا سبحانه وتعالى سو حديث كتلمام غد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا وأدمي قوضة وان دافع وحي ويجيسني ينوان سي وحي إلهي يمغن قلي ينوان كم مغن قلينا وحي الله إلهي إله ونغم مغن قلينا وكم مغن قلينا ملايك تامر خوحي لهذا إلهي يوم يدبع فردي دم بيلي سوا روايات كغاركود نوحي لي مد حاجة كلا دن كلا وطيبا يسوي شوغان هين غلطي إلهي حسيسي السجن ونود من دافع با إلهي هذا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ودول سلا فرستانا أنو هوغن با إلهي سبحانه وتعالى بمجرد أنو ما شاء إلهي لقوح الصيكة قايب قلي وضدك صالحين تاو لا فرستي أي إلهي سبحانه وتعالى دم بيس خلافة حديثك كالي ورين أيو أبي سعيد الخدري معاوية ولا بس حابك لورين أيو معاوية وحو أرسي مساجد كحلقة فردة وحورين يا حديث كوين ونبغى كي حلقة ضاعين كان دبت أنا معاوية نسلي سلك مصابين يا سدني محيتي نمان حلقة فردة مساجد كودي سبو يمي ورقا اللهم أجلس محيد فريسية ما شبالين فسيلا إن جلسنا نذكر الله ونحن فريسنا نقول ربنا إن أنه إلهي سبحانه وتعالى حسنه معاوية وداري وحولي إله بان دي كل داري ما انت او ضو فرستين تينو بيدن كاه يتفرق كان قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك كان مو يعني وحكا لنا ما فرستين فقولي تهما انا دين كقبو ايدين ما دارمين وحانا ندين شيري يا نبي محمد عيدنا ايقا مدوي لكن هدنا حادث بدنا الوما وريه بولي معاوية كتاب الوحي نوكم دها ولا شيء ندين نبي كاقبي ومحبيبة ساسي دراد معاوية وحليه تتكي النبي قول دواب عن حي هدنا حديث بدن مش يقبولي لكن إذن كوان دي شيئية ويا الحديث من دي شيئية وإن النبي قول لك صاحب حي تبتنا مساجد كو يمي قول فرد دو يمي انت انا ندي ويدي يوكلو ويدي سيدا كو جوابتين وكلا كو جوابين دبتنا وحو النبي قولي أما أني لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني
أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. النبي قال وحو يري وحكا لا يدين مان دارين جبريل بها دا ييمي دبتنا وحو يشيغي إن إلهي سبحانه وتعالى وإذن كو أمانة يا ملائكة دحديدة ده أيا الله يشيغي بولي سيد ردد بان دي ويديني وحاقبني سين وحو يا أمانة انتن لك الله اكتسا كغه الشيء يعني ملائكة الرحلة ده الله يدنك الشيء الشيء حديث كله وإمام الترمذي يبيها قبه وريني يعني عن أنس وسنة كيس فيه مقال إمام الألباني رحمة الله عليه كتب تسوره تضعيفين يكوي صدمنا وتحسينين يا يعني نبقوا إذا مررتم بالرياض الجنة فارتغوا هذا بيرها الجنة ده صومرت أن طاقة والليل وهي لا دنو بيرها الجنة ده إله رسول كسي ومحي نبي وقل وحلق الذكر وما لا إله إلا الله صي يعني ما لا إله إلا الله صي هذا دركته هدافي إيه حكى له إمام البيهقي صحابي قال له إذا عبد الله بن مغفل وكسر أرورينية حديث تاس حلو قاضني وصحابك اللي قد يسبه وذا أرورينيسا مدى أبو هريرة أروري مدى نسبة أرورينية مدى عبد الله بن المغفل با أرور سواء أروري مدى أبو سعيد الخدري حديثاً كان نوح نبي قول ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله ما يجر الدول كل مي يقو إله حصية إلا ناداهم مناد من السماء إلا السماء مديرة وغيرة ومحل غيرة قوموا مغفورا لكم كاكا إذا كنت بقينا الله نافي قد بدلت سيئاتكم حسنات حديث كان مركا قوي خورا انت بوديري إمام البيهقى صار شيخ الألباني نوصي عيب وقت المامية قد بدلت سيئاتكم حسنات لما داف ما هاي دم بقينا ولا نافي سيئات كينينا حسنات بل يجوكو بدلين أي الويل أيها الأحبة هذه استوحى انه اخرين ان التلمام نقف كمسلم كاهي ان نكمر من مجالس تاعي الفرديه هو اللي بفردي هذا بتصدق هو مركز طوي ما كره يوم هذا ولذلك بحديث يورينا يا بواقد الليث السحاب اللي ورنشري وكبر رمي النبي عليه الصلاه والسلام مساجد كفرديه وضد كمسلمين تاعو حشيريه هي صدح ان المساجد كصوغش صدح ديني المساجد كصو قالي مدي حلقة دي بو بوس كأكتو وقالو وفرست مدنا بوس بو هرو وايو انتو حشادو حقا دنبه وفرست مدنا وسكتكي موسو قليني وصدح نين ومد بفعل سمرين مدي صفوفتي هو بوكا قيب قالي حلقة دينو كمدا هذا مدنا وحشادو ودبدو دو فرستي لكن حلقة دي واجوغا بدنا وسكتكي نبي قبر كور كيسين لما يجيبوا حكوير صحابتي ألا أخبركم على النفر الثلاث حديث الإمام مسلم وريني صدح دين أرك هذا ما يدين كور ربع هذا اللي يجي أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله بنبي كتلما مدي إلهي حق يسوء الظلم يا ما هو يدي تبي ترى إلهي نوسود وي وكي خلق ده فلسطين ما في هنا هذا حلقة ما ده إن أدمير عند الناس كفر إستام ده كم تبين توم مال فلسطين لك لا تغير نسكسو ده هذا ما في عن يبتنا وحنا نقول كل بعضنا فاستحيا وح الشارع علماء ذو حلام حوك الشارع حلقة ده إنه علي ليوك الشارع قام كذو حلام مايا إنه النبي محمد يا حلقة ده كتر قام وح الشارع إنه إلهي ذكر جيس الشيء يا عراق كسم يوك الشارع فاستحي الله منه بنبي يقول عليه الصلاة والسلام في صد حدو حل الإمام الآخر فأعرض في كلوه كيستي فأعرض الله عنه إلهي لوك كيستي ليني هو كيستي هو كيستي عن الذكر ما شف الدين محل قال كيستي يعني ابن عبد البر يا علماء وين وحي ليين ثواب كبال قال كيستي يعني هو كتجي واجب ما يهم بيلين وقف هنا كتجو عقاب ممطه سادر هذا بحس كوه فسرين وكتغي سنوى أجر وايد وحياة نصوش أقرى يوردن ها حق الله لغا شيء يدن بقاك الله دافي يسيات كاك كان لغوكو بدلي يطمانينة تهليس يرحمة كدبوليس يملاي وحياة نشيغي إنه يوردن بدك
اثنين تابوا وواي ويا مركه، فأعرض الله عنه.